استخلصنا من الانتخابات الماضية عن الشعب مات يومر بالانتخابات تحت ظل محاكاة نموذج المستعمر وخرق مولي أميمتان هم يحاكوا الانتخابات الغربية غير مولي يخرقوها ما يخلوها حركة انتخابات الغرب يخرقوها ويقبضوا فيها الأصوات اللي يبقوا بغض النظر عن إرادة الشعب لأن إرادة الشعب ما عندها قيمة وقلت هون عن ذنبي يخرق الشعوب على تتوجه شر العنف وذا هو الواسع القوة اللي استخدموا الضباط النيجريين لإطاحة بحكومة فاسدة الشعب اعتبرهم أبطال هذا دليل يأكد اللي قلت لكم أنا هون على الانتخابات الصبح مالي منين تخلق انقلابهم لهذه الحكومة الفاسدة المفسدة لانتخاباتها سورية حكومة محمد الشيخ القزواني الشعب سيساند الانقلابيين وسيجد فيهم من الأمل ما فقده إلى الأبد في هذه الأحكام.